منكم يخلو عن هذه الصفات او الرسول في فيش انتكاسه، يعني هذه الصفات ملازمه بس بالنظر الى ادله الشرع. اما اذا نظرنا الى العقل يجوز، هم يموتون ويحيون ويقتلون ويشربون ويقتلون ويمرضون وتجوز عليهم سائر الاعراض الا شيء ظاهر الظاهر لان الرب سبب من واحد. إذا أيها المكلف يعني وجوبا بمعنى أن الأمر لا يقبل الانتكاس، جميع عقوده يجب عليك أن تعتبر من غير نهجه نهج الخطاب أنهم عليهم الصلاة والسلام يؤمنون الرسل والرسل جمع رسول على وزن طاغوت ليه الطاغوت والشرطوط ولا أمن، لأن حتى لو كانت امرأة وقال امرأة رسول رجل طابور امرأة طابور كيف رجوها فلنك أن تستوى فيه وطعور يستوى فيه ليه أبو نفسر ويستوى فيه ليه وإنه أمن فرسول ده طعور يعني كده لمن موجد في الرجالة تطابور ويضع طبعا الرجالة الرجالة يعني لا معناها المغرب مأخوذة من الترسل أو الأمثال يعني التجارة يعني يبدأ ويروح إليه أولا من أول في الترسال يعني مأخوذة من رسل اللبن يعني التجارة عند الأحلى ينزل إيه التجارة ما يجيش مرة أخرى فيبتعد من بعض ببعض أو معنى إيه الترسال في اللغة وبالتالي تثارة العبد تثارة العبد بين الله تعالى وبين خلقه يعني في تثارة للملائكة أو تثارة وفي تثارة للعبد باثنين واحدة بس الله يتصل من الملائكة رسلا ومن الناس يعني يتخذ من الملائكة سفراء وكذلك من الناس موجود هنا في القرآن والملائكة رسل أيضا ولكن إلى مين؟ إلى الأنبياء والأنبياء رسل إلى مين؟ يعني استقاء بين الله تعالى وبين خلقه واصطفى إلى الرسل يكشف بها إلى لهم فيما قصرت عنه وقوله من مطالب الدنيا والآخرة واستدام فاستسلم بها المهملة والفاء أصلها أصل من السفارة التردد بين فريقين للإصلاح بينهم يعني أخذ منك وأخذ الفريق الثاني أخذ منه أرجع إليه وأنا التردد بين فريقين فكأن المرسل أو الرسول يتردد بين الحق سبحانه وتعالى يأخذ الوحي ثم يبلغه إلى خلقه ويمر الله تعالى مما يحدث من مشكلات او ضيوف او كذا ان يصنعها او ان يهم الله تعالى اصلاحها يعني عمليه اصلاح فيها تردد بين اصلاحهم بين تردد الاصلاح بينهم وكانه طالع من الرساله الرسالة أولى من الرسالة إصلاح العبد الذي هو الرسول بين الله تعالى وبين ذوي الألباب يعني ذوي العقول من خلال أو بمعنى كلمة رسول طب ما كلمة نبي رسول على وزن صعود طب هو نبي على وزن سعيد أصل النبي وسعيد في اللغة العربية بمعنى بمعنى فارغ أو بمعنى كذلك المعظم للجميع جميع هي بمعنى كان بمعنى فارغ طب رحيم بمعنى رحم طب لما تقول لي قدر قتيل بمعنى قادر المقصود مقصود ينفع فيها ايه المعنيين في السعيد يعني تيجي بمعنى فارغ هم في معنى مفعول طب نجد جد اي معنى هل هو فاعل ولا هو مفعول من فيها المعنى لانه من جهه فهو فاعل ومن جهه فهو مفعول يعني من جهه يقولون لك تردد بين فريقين من جهه انه يخبر عن الله تعالى فهو مخبر ومن جهه ان الله تعالى يعلمه يعني ينزله ويخبره فهو مخبر
إن الله تعالى حفظ براثمهم وموالعهم من التلكم بمنهيهم عنه ولو نهي شرعه، يعني أولا بكل منهي ولو حالة قبولية، يعني ولو هو لسه طفل صغير لا يتلبس أو لا يقع في حرام بل في مكروه من صغره. ليه حفظنا بآيات كثيرة رفع الأنبياء كبائر كبائر مكروه منهم من قتل أو أشياء، يعني في ظاهر النصوص أنه حتى كان مثلا مع أهل الشرك في عبادة الله أو غير ذلك. وسيأتي الكلام في دائرة هذه النصوص. كان حفظ الله تعالى يقال أن نحفظ ولد وحفظ من إيه؟ الحسنى حتى يحفظ الله يحفظنا. حفظ الله تعالى براثمهم وموالعهم من التلبس بمنهيهم ولو نهي شرعه لحالة ولو حالة طفولية، وهي اللي هي الأمانة الإصلاح، يعني وهي المسمات في العصمة. تعرف تعرفها؟ تعرف ايه؟ تعرف يبقى الأمانة هي العصمة، لكن هنتكلم الأمانة دي أوسع من كلمة العصمة. نعم. ولذلك ما يجي مثلا مخلوق لما عصمة الأنبياء، لكن هنا ما عبرش بالعصمة، عبر بالأمانة، لكن جاء في النهاية قال إيه؟ قال وهي بمسمات، يعني هي ما أطلق عليها أو ما اصطلح على تسميتها بالعصمة. إيه هي العصمة في اللغة؟ قيل عصمة أو معصوم أو عاقل. إذا العصمة في اللغة لها ثلاث معنى، بمعنى الاكتساب وبمعنى المنع وبمعنى الوقاية. كم معنى؟ ثلاث. يعني يقال عصمة يعني ارتكب، ويقال عصمة يعني منع، ويقال عصمة يعني وقع. ثلاث معنى. فعندما نقول قال يا بني اصبر معنا قال سآوي الى جبل يعصمني، هنا بمعنى ايه؟ لا يقين، يقين ان يعطي وقايه، ممكن تقول بمعنى يمنعه، لو كان عالم في وقايه من البركه يعني، وفي منع من وصول الماء اليه. قال لا عصم يعني مش عارف ايه المفروض يقول له ايه. قال فآوي الى جبل يعصمني، يقول رد بايه؟ لا معصوم اليوم. شو عرفها؟ فكان الرد لا عاصم، كان اسم فاعل بمعنى ايه؟ بمعنى المفروض، يعني لا معصوم من امر الله، ان الله تعالى لو اراد ان يعصمك بشيء الا ايه؟ فجعله عاصما يعني مانعا. أما أراد الله تعالى ألا يمنع الماء وصوله إلى أحد، ويدمر كل شيء إلا ما أراد الله وما أفعال الإيه في السفينة الكاملة. يبقى هنا لا عاصم، لا عاصم اليوم. وبعدين في الآية اللي فيها امرأة العزيز بتعترف يقول أنا راودت عن نفسه فاستعصم. أنا استعصم يعني منع، يعني استمسك. الاستمسك معناها الابتسام، استمسك يعني طلب أن يكون طلب ما يعتصم به، يعني ما يكون هو مستمسكا به، طلب شيء، اكتسب شيء. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن ارتدتم على بعض الإيمان فتذكرون أنكم تتلى عليكم كبر، ومن يعتصم يعني من يعتصم يعني يمتنع بلطف الله تعالى عن المعاصي، ومن يعتصم بالله يعني كأنه ما فيش حاجة يعتصم من الوقوف في الزلل إلا لطف الله تعالى وتوفيقه. ولذلك ومن يعتصم
بالسوق أن تمنع وهي تدفع وفي الآن أعتمد فالأحسن حال الاعتصام يكون بإيه؟ إذا أعطوك منها بمعنى لا يمتنع بلغتي تعالى عن المعاصي وللعلماء فيها دعوة في العصمة تعاريف كثيرة زي ما اختلفوا في تعريف النبي وتعريف الرسول تعريف النبي وتعريف الرسول احنا قسمنا بين التعريف اللغوي لكن تعريف البراهين الكتب النبي والإنسان في حر ذكر من بني آدم شنو التعريف؟ أوحى الله إليه بشرع وإن لم يؤمر لأنه لا يستفاد من عدم أمره بالتبليغ الضد اللي هو الكتمان لو قلنا ولم يؤمر بتبليغه كأننا نفهم بمفهوم المخالفة أنه أمر بعدم التبليغ مع أنه لم يؤمر بعدم التبليغ وفي نفس الوقت لم يؤمر بالتبليغ فكأنه لو بلغ النبي ليس التبليغ بحق ممنوعا ولكنه ليس واجبا كما هو شأن من الرسول اللي هو الرسول بلغ ولم يقل يا أيها النبي ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت بذلك لك سحب الشرط وسحب الجزائي يعني كيف وإن لم تفعل يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تبلغ فما بلغت إذا سحب الشرط وسحب الجزاء يعني إيه معنى إن لم تفعل تبلغ يعني إن لم تبلغ فما ينفعش اتحاد الشرط مع اتحاد الجزاء يعني كأنه هنا معنى العموم تفيد إيه؟ تفيد معنى الكل يعني بلغ كل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تبلغ وإن لم تبلغ يعني بعض بلغت البعض ولم تبلغ البعض فما بلغت رسالته أي فما بلغت الكل لأنه لم يتحد الشرط ولم يتحد الجزاء يعني عاوز يقول لو بلغت كل شيء وكتمت حاجة واحدة فكأنك لم تبلغ هذا تهديد شديد ومش تهديد ومعناها وإن لم تفعل يعني فما بلغت مش إيه ما أمرت فما بلغت الرسالة نفسها لأن الرسالة كلها وقت إيه لا تتجزأ يعني عاوز يقول أن تبلغ الكل كما في الكتاب وفي الحالة دي الجزئين بين الماء يعني ما قلت لديهم هي تشمل العموم تشمل العموم يجمع كده يقول لك هذا التعريف مبني عليه على اساس اللغة انه ان امر بتبليغه يقول وإن لم يؤمر فهو نبي لكن لما تأتي الأسلوب القرآن تجد انه يبين أن النبي مرسل ومبشر ومنذر ومبلغ شأنه كشأن الرسول ولا تجد فرقا حتى قال سعد إنه كان متواجدا النبي هو الرسول والرسول هو المؤمن أن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ويقول يا أيها النبي إنا أرسلناك أن هذا مرسل وهذا مرسل كما في قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ولا يكون تبشير وانذار بدون بلاغ كيف يتم التبشير والانذار بدون ما يبلغهم وحنبشرهم بايه وحننذرهم بايه لكم بلغوا باشياء فامنوا بها وصدقوا فاستحقوا ان يبشرهم او كذبوا فاستحقوا ان ينذرهم اذا التبشير والانذار مبنى على ايه؟ على التبليغ. لكن ممكن ان انا اكون وإن لم يؤمر يعني بلغه وإن لم يؤمر وشرط العادة الأنبياء أن يبلغه وإن لم يؤمر. هو بعض من أخطأ وقال أنه يكون من جاء بكتاب جديد أو بشريعة جديدة فتعرف الرسول أما النبي هو من جاء مصدقا او مقررا او متبعا لما تقرر الشرائع كلها يعني من حيث الاصول او لشريعة من قبلها ده المحققون قالوا هذا وان كان هناك بعض الاعتراضات وهناك تعريف خاص بابن تيمية رحمه الله تعالى قال النبي
من بعث إلى قوم مؤمنين والرسول من بعث إلى قوم كفار. وهذا الرأي له إيه وجهته أيضا، لأن الله تعالى لما ذكر أخبار رسل يقول تعالى مثلا كذبت عاد المرسلين، عاد لم يكذبوا إلا يثبت، كذبت قوم نوح لم يكذبوا إلا هو حد بعث بهم غير نوح، وهكذا في الشعر. فمعنى كده يريد الله تعالى أن يقول إنه تكذيب واحد الرسل جميعا كنفس واحدة، تكذيب رسول واحد معناه تكذيب المرسلين، لأن ما جاء به هذا جاء به هذا وكله متفق على إيه أصول ثابتة، ولم يختلفوا إلا في بعض الشرائع بحسب الأحوال والأزمنة وبحسب الظروف. هذه لا تؤسس، إنما الأساس والقضية الكبرى التي جاءوا بها واحدة. فلو جاء عشرة إليه بخبر واحد أخبروه بخبر واحد وكذبت واحدا فهذا تكذيب للعشرة، هو الخبر واحد. فإن إن صدقت واحد بتصديق للعشرة، وإن صدقت العشرة تصديق للواحد. طب وإن كذبت هذا الواحد والباقي يقولون بمثل ما قال لي أو بما قال لي فهذا تكذيب، ولذلك قال تعالى كذبت عاد المرسلين، يعني اعتبر عاد مكذبين بسيدنا موسى وبمحمد اللي هو لم يبعث إليه، لأنه ما قاله اعبدوا الله ما لكم والدين والأصول والبعث كلها قضية واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. لماذا قال ابن تيمية هذا القول؟ بيقول لأنه أول ما ذكر القرآن تكذيب الرسل لأقوامهم بدأ بمين؟ بذكر نوح عليه السلام، فكأنه اللي بعثوا قبل قوم نوح لم يبعثوا إلى كفار، لأنه ما فيش تكذيب، إن الكفر معناه التكذيب، لم يذكر تكذيبا تكذيب قبل قوم نوح. ولو كان في من كذب يقول لك كذبت قبلهم قوم نوح، يعني معناها نوح دول لهم أسبابية في التكذيب على جميع الأمم أول المكذبين. طب في رسل قبل كده لم يذكر منهم من قصصنا عليك ومنهم، يبقى معنى كده لم يذكر إيه تكذيب قبل قوم نوح، فكأنهم الذين كانوا قبل قوم نوح. حتى الشيخ بتاع شرح الدين الشيخ عبد العزيز الدباغ لما سألوه في معنى قوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى، قالوا في عاد الأولى وفي عاد الثانية، قلنا عاد الثانية بالمذكورين قصتهم في القرآن، إنما عاد الأولى كانوا قبل قوم نوح وكانوا مؤمنين ما كانوش كفار، فقال ربنا أهلكهم ليه؟ بل لأنه كانت عادته تعالى قبل قوم نوح أن يهلكهم على ترك أكثر القواعد وإن كانوا على الإيه؟ على العقائد، يعني إذا ترك الأصول أكثرها يعني ضيعوا مثلا أشياء كثيرة يهلكهم وإن كانوا على التوحيد، لكن بعد ذلك صار الإهلاك شعار من أهل الكفر وعدد الأوثان أو الذين خرجوا من إيه؟ من الملة بالكلية. هذا ما قاله ولكن إيه لم يوافقهم عليه أحد، وإن كان يعني اجتهاد، والمجتهد يؤخذ أو يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله وإيه ويرد عليه. قلنا العصمة في اللغة بكام معنى؟ بثلاث معنى. هي تعريف الإيه العصمة، لو كان هنأخذ تعريف الأمانة اللي ذكر الشيخنا حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة ولو حال الطفولية ولو كانوا أطفالا، يعني منذ نشأتهم، وهي المسمات بالعصمة. نقرأ أو بعض التعريف نقلناها منها تعريف أبو البقاء في الكليات. إيه تعريف العصمة؟ إيه معنى معصوم؟ قال هي عدم القدرة على المعصية، يعني عاوز يقول النبي لو أراد، أي نبي من شرط سيدنا محمد، أي يعني من هو موصوف بأنه نبي، لو أراد أن يعصي لا يقدر،
فبيعني معناها هو عاجز عن المعصية، يعني مستوي مثلا مع من فقد القدرة على المعصية، يعني ما عندوش يعني قدرة، يعني مثلا أراد أن يقتل إنسان مثلا ظلما وبغيا وعدوانا، إيده مثلا زي الإيد المشلول ما تقدرش تتحرك، ما يقدرش، يقول لك لا مش معناها كده، إذا معناها عدم قدرة المعصية، خذ التعريف عدم قدرة الإيه؟ أو خلق مانع، خلق يعني وصف أخلاقه، مش أخلاق يعني زي ملك يعني، وحياة التعريف حتجدها متقاربة أو كأنها واحدة، ولكن المعاني فقط، أو خلق مانع منها، شوف التعريف إيه؟ عدم قدرة المعصية أو خلق مانع منها، يعني من إيه؟ غير ملجئ. الكلمة غير ملجئ دي نفت عنه الإيه؟ العجز، بأن ينتفي معه، يعني ينتفي معه إيه؟ خلق مانع منها، يعني من المعصية، غير ملجئ بأن ينتفي معه الاختيار. يعني لو قلنا خلق مانع من المعصية ملجئ، كلمة ملجئ من يعني كلمة مكره، يعني يبقى انتفى الاختيار. لكن هل النبي باقي اختياره؟ والاختيار معناه بين شيئين، يعني بين فعل الشيء وبين تركه، ولا سلب اختياره؟ يبقى الاختيار موجود، وعنده ملكة أو خلق نفساني يمنعه من الوقوع في المعصية، إلا أن هذا المانع لا يصل به إلى حد الاضطرار فيلغي الاختيار، لكنه مختار، يبقى عنده إيه؟ اختيار. وهذا الخلق غير ملجئ، يعني غير مكره له على عدم الفعل. يعني مثلا تعال انت متزوج، امرأتك حلال احلها الله تعالى، لكن هل يمكن ان تباشر مع ما احله الله لك في الطريق؟ هل فيك القدرة ولا فيك؟ الخلق اللي منعك ده ليس ملجأ، لو انت عاوز تعمل ما عندكش ذنب ده حاجة ثانية، انما هذا غير ايه؟ ولذلك لو قضى رقبتك تفضل الرقبة على عدم ارتكاب هذا الفعل، مع انه غير حرام، يعني معناها الاختيار باقي، ولكن يقول لك انا مثلا مروءتي او شخصيتي لا تسمح لي، مش معنى لا تسمح لي يعني معناها لغت القدرة اللي عندي ولغت الاختيار، لا، يعني واضح المعنى ولا ما واضحش؟ وقال الماتريدي، تعرف الما تقدر نقول تعرف أبو البقاء ثاني، عدم قدرة المعصية أو خلق مانع منها، يعني من المعصية غير ملجئ، بأن يعني معناها كلمة غير ملجئ يعني غير منتفي معه الاختيار، ولكن باقي معه الاختيار، لأنه لو كان ملجئا لانتفى معه الاختيار. يا تعالى مثلا أنا أركب بك على الصف ونكون جماعة قاعدين، وروح رميت عليهم، أقول لك أوعى تضع عليهم، أو خليك هنا، أنت عندك حاجة اسمها الإلجاء، لابد تضع، ما فيش، ما عندكش إيه اختيار في المسألة دي، أنت مكسر، روح رميت، زي اللي قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن ترتد، هنا لو تسلل الماعز هنا هو إيه؟ ملجأ. حتى في بعض فرق بين كلمة ملجأ ومكره، بس إذا كان حد عنده الضرب يقول ما عندكمش المدور، أنا عارف بس نسيته، فمش حد داعي إنه إيه حاضر عشان مفيش كذب، يعني فرق بسيط، يعني إذا تعريف الما تريد يقول العصمة، شوف كده الكلمة بتاعت لا تزيل المحنة، كلمتين العصمة لا تزيل المحنة، ايه معنى العصمة لا تزيل المحنة؟ حد عنده
العصمة لا تزيل المحنة، يعني لا تزيل الابتلاء، وطالما يتعرض الابتلاء، الابتلاء ده مقتضي بقاء الاختيار، تبقى العصمة لا تزيل المحنة يعني لا تزيل الابتلاء. ليه؟ لأنه الابتلاء ده يقتضي بقاء الاختيار، لأنه ليه ابتلى؟ بل أشد الناس بلاء الأنبياء، وطالما هو يبتلى لازم يكون في اختيار عشان يصبر، أو مثلا يعني يشكر ليبلوني أشكر أم إيه أم أكفر. فمعنى الابتلاء يعني في اختيار. يبقى كده العصمة لو كان المعصوم لا يبتلى، يبقى هنا العصمة ايه؟ أزالت الايه؟ المحنة. ومدامت أزالت المحنة يبقى يصبح ايه ده؟ يصبح معصوم زي الملائكة. عصمة الملائكة غير عصمة الأنبياء، فيهاش اختيار، فيها إرجاء. هو الملك كده مخلوق كده، يعني هو أساسا ما عندوش شهوة وما عندوش دافع، فكيف يعصم؟ هذا هنا عصمة ده غير عصمة ده. يمكن نفسر عصمة الملائكة بأنها إيه؟ فيها إرجاء، إنما هنا في الأنبياء ما فيش إرجاء، لأنها لا تزيل المحنة، يعني لا تزيل سبب الابتلاء، وهو الاختيار. ولماذا رفعت درجات الأنبياء على الملائكة؟ لهذا السبب، لأنه لما يكون فيك اختيار وفيك العوامل اللي ومع ذلك يوجد المانع، بسم الله ما شاء الله، ده يبقى فوق كمال، فوق الكمال، بدليل أن الله تعالى قال الأنبياء المخلصين والمخلصين بكسر اللام وبفتح الايه؟ وبفتح اللام. فالعصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء المقتضي بقاء الاختيار. ومعنى قول الإمام الماتريدي أنها العصمة لا تزيل المحنة، أن العصمة لا تجبره، ما تجبرش النبي على الطاعة، ولا تعجزه عن المعصية. دي ودي معاك المدد كله. نعم، ده المدد موجود، انا باخد المدد من هنا. يبقى لا تجبره على الطاعة، انه لو كان في اجبار هيبقى ايه؟ مفيش اختيار. ولا تعجزه عن المعصية، بل هي لطف من الله تعالى يحمل العبد على فعل الخير ويمنعه من فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. المهم مفيش تعارض، قل لي كأنه دي ده وهم، قل لي كأنه، طب هو ولا مش هو؟ قالت قيل هكذا عرفك، قالت كأنه. المهم احنا هو ولا مش هو؟ ثاني، فلا تجبره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية، بل هي لطف من الله تعالى يحمل العبد على فعل الخير ويمنعه من فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. يبقى عندنا ثلاث كلمات يمكن فاكرينهم، كلمة عصمة وكلمة توفيق وكلمة ايه؟ حفظ. ايه فروق دقيقة بين الكلمات دي؟ عصمة يبقى معصوم، واحد ثاني يقول لك موفق، ما هو الموفق لا يعصي مره، والمعصوم لا يعصي، والمحفوظ لا يعصي. يبقى الثلاثة بمعنى واحد، الحفظ ده للأولياء والعصمة أنبياء، وذلك ما حدش يدعيها لغير الأنبياء، ده حاجة ثانية مختلفة. وبعدين التوفيق للناس العالية، أو إنسان صالح، ما وصلناش حتى لدرجة الأولياء، لكن إيه ربنا وفقنا، فندعو الله تعالى بالتوفيق، وما توفيقي إلا بالله. هنشوف من الأعم ومن الأخص. يبقى العصمة والتوفيق كل منهما يندرج تحت اللطف. لو ما فيش ده يبقى لا في لا ده ولا ده. يبقى العصمة
والتوفيق. ما شرحناه قبل كده التوفيق والخذلان فاكرين؟ العصمة والتوفيق كل منهما يندرج تحت اللطف. اندراج الاخص تحت الاعم. الجميل الخاص ومين العام؟ اللطف ده عام والعصمة خاص. فإنما أدى فيه إلى ترك المعصية، يعني أي حاجة تؤدي إلى ترك المعصية تسمى إيه؟ عصمة. يعني أي حاجة تمنع يعني هتؤدي إلى ترك تسمى إيه؟ عصمة. واضح ولا مش واضح؟ وما أدى إلى فعل الطاعة يسمى إيه؟ توفيق. جينا ظهر الفرق دلوقتي ان العصمة دي منع، كنت عاوز المنع ده من الطاعة ولا عاوز من المعصية؟ اذا كان من المعاصي العصمة دي من تيجي في مقابل المنكرات الذنوب الفواحش اي حاجة تاني معصية منها، انما ما تجيش في الطاعة. اذا العصمة دي منع من ايه؟ من شيء لا يليق. والفعل ذلك إذا معناها العصمة تسمى في مقابل المنع من المحظورات أو الموبقات أو المنهيات عموما، يبقى العصمة معناها منع من المعصية. والتوفيق معناه فعل الطاعة. يبقى كده فهمنا كده التوفيق يعني معناه إيه؟ وذلك خلق تعريفه كده خلق الطاعة في العبد أو خلق قدرة إيه؟ الطاعة والداعية إليها، اللي هو التعريف التوفيق. لكن العصمة دي منع من سيئات من معاصي، ولما يجي عند جانب المعصية يسمى المنع منها إيه؟ عصمة. وعند فعل الطاعة يسمى فعلها إيه؟ توفيقا، لأنك لو لم تكن موفقا لما أذنك إن الفرق بين العصمة وبين التوفيق. طيب والفرق بين العصمة والحفظ، أن العصمة تعم الذات كلها والحفظ يتعلق بالجوارح. يحفظ سمعك، يحفظ بصرك، يحفظ رجلك من الحرام، إنما القلب والذات كلها يمنعها. هذا هو ذا إيه؟ هو ذا العصمة البواطن والظاهر. هنا حفظ الله البواطن يعني حفظ ذواتهم، انما الحفظ ده يتعلق به بالجوارح. وقال الجرجاني التعريف في كتاب التعريفات للجرجاني صغير لكن ممتاز، بيقول العصمة ملكة. ملكة تساوي الكلمة الاولى اللي احنا قلنا عليها ايه؟ خلق. ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. مع وجودك فهي ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور. طب لماذا هنا الشيخ من البداية ما قال لناش كده؟ أيها المكلف يجب عليك أن تعتمد عصمة الرسل، راح قال لك أن تعتمد بالأمانة ولم نعبر بكلمة العصمة. كان المفروض يقول أن العصمة من البداية ما خلصنا، لماذا جاء بكلمة ليه؟ الأمانة إيثارا لتعبير القرآن الكريم. شوف كده إيه؟ كذبت قوم نوح إن قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كل نبي وصف نفسه بالأمانة، فكيف الشيخ يسيب كلمة قرآنية ويروح يجيب لنا كلمة من برا؟ يعني تعال مثلا انت في القرآن الكريم اذا قرأت القرآن فاستعذ، فالمفروض مثلا لأمر القرآن فاستعذ يقتضي ان تبدأ وتقول في الاستعاذة استعيذ بالله. ليه بقول فاستعذ ولم يقل فعذ؟ لو قال فعذ تقول اعوذ، ما قالك فاستعذ يعني زي ما تقول استغفر، مش كده؟ يعني كلمة استغفر فيها الألف والسين والتاء، فعاوزين نفس الموضوع ده فين؟ في كلمة استغفر. لماذا عدلنا عما أمر به القرآن إلى لفظ أعوذ بدل استغفر؟ برضو إثارة لتعبير القرآن، لما علمنا نسلم المعوذتين وقل ربي أعوذ
قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. جبنا هذا منين؟ من القرآن. ولذلك قال إيه؟ على ما أتى في النحل يسرا وامتدت. يبقى إذا عندك وغيره بعض قال وغيره ما في النحل لا يختار. يعني اللفظ اللي في سورة النحل جائز جائز مختار، وفي غير النحل جائز وليس بالمختار، وليس ما معناها أن غير النحل ممنوع ولكنه مختار أيضا. يبقى هنا كل نبي وقف قومه بأنه إيه؟ ها؟ أمين، إني لكم رسول إيه؟ أمين، وفي سورة الأعراف وأنا لكم ناصح إيه؟ أمين. يبقى الأمانة وصف عام لجميع الرسل، والأدلة من القرآن أكثر من أن تحصى، أدلة كثيرة. وبعدين عندك الأمانة دي كلمة أوسع دائما الشرع يحب يعمل إيه؟ يجيب الكلمات الواسعة وليس الكلمات الضيقة. شوف العصمة كيف ضيقة، جاءت ثلاث معاني، جاءت بمعنى الكسب وجاءت بمعنى المن وجاءت بمعنى الوقاية. قالت الأمانة فيها يطلع على 700 معنى. ده الأمانة دي تشمل ممكن الدين كله، تشمل الشرائع، تشمل الأمر، تشمل الله، تشمل الحفظ، تشمل التوفيق. إن عرضنا الأمانة معناها واسع، فسرك أمانة، سمعك أمانة، أوسع من إيه؟ من معنى إيه؟ من معنى إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المعاني اللغوية الضيقة ويدي لها معنى واسع. يعني إيه لو خذنا معنى كلمة الهجرة في اللغة، إحنا الآن في مناسبة الهجرة، تجد معناها محدود، انتقال، الهجرة يعني إنه مغادرة، الهجرة ارتحال. لكن شوف لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الايه الهجره الى اوسع معانيها حتى تشمل الترك القلبي. يعني شوف وسع الهجره ولم يجعل يعني ايه معناها ضيق في الانتقال من بلد الى بلد او من وطن الى وطن. فممكن تكون وسط قوم ظالمين او معتدين او آثمين وانت منكر عليهم بقلبك، فانت مهاجر وانت بينهم. وممكن تنتقل الى اقصى البلاد وخذت العادات نفسها اللي معاكم غير، فانت لست انت معهم. وسع الدائره خلاها تشمل حتى الترك بالمعنى الايه القلب، فيصبح لكل مؤمن او مسلم نصيب في الهجره الى ان تقوم الشعب. حتى وإن لم يخرج من بلده، ولكنه إيه مهاجر لبضاعته وعاداته ومنفراته، ومهاجر من مهاجر، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وليست الهجرة من بلد إلى بلد كما قال ابن عطاء أنها تكون كحمار الرحل يرحل من مكان إلى مكان، والمكان الذي ارتحل منه هو الذي ارتحل إليه، ولكن هاجر من الأكوان إلى المكون. وسع. فهنا كلمة الأمانة كلمة جامعة تجمع بين الصدق وصحة التلقي والإلقاء إلى الأمة. تبقى هل ترك الشيء؟ هنا خلاص عرفنا العظمة أو عرفنا الأمانة وفهمنا أن المفهوم إيه واحد، وهي حفظ الله تعالى بواطنهم، بس حفظ غير حفظ. هنا الآن عرفنا التعريف الدقيق لكلمة العلم، أنها خلق يعني لا يجبرك على الطاعة ولا يعجبك عن المعصية مع بقاء الاختيار، يعني خلق مانع لطف من الله تعالى، ملكة نفسانية يجعلها الله تعالى تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية ولكن منعا غير ملجئ، لأن الاختيار إيه؟ باقي. خلاص كده. فهنا لما نيجي نستدل على بيقول لك هنا الله تعالى حفظ بواطن الأنبياء وظواهرهم من أن يتلبسوا بأي منهي عنه، سواء كان النهي للتحريم، النهي للكراهة، النهي كذا. ولو حالة طفولية
يعني حالة الطفولية يعني قبل البعث. طب وهل قبل البعث ده لسه ما فيش وحي كيف يبقى معصوم؟ وبعدين احنا العصمة قول تمنع من المعصوم مش كده؟ من ارتكاب منهي عنه. وكيف يكون الشيء منهيا عنه قبل النبوة؟ هو في وحي قبل النبوة؟ ما فيش. فهنا لابد ان نعرف انه ما يتعلق بالعصمة قبل الاصطفاء بالنبوة. حتى الحق سبحانه وتعالى نتكلم عن قصة ادم قال فنسي ولم يجد له عزمة ثم قال بعدها بعد ما قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. قال الاجتباء ده معناه اختصاره نديا يعني اللي حصل ده كان قبل ان يكون ايه نبيا. وبالما قبل ان يكون نبيا لسه في اوامر ولا في نواهي بنت الامور يعني ما فيش حاجه كان اسمها معصيه ولا في كله ايه مستوي. لا يسمى هذا معصيه الا بعد نهى عنه انما قبل النهي. يدل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما ايه اخذ يعني لم يسبق او ينزل هذا نهي. ولو كان في قبل كده وعيد وحصل هذا الامر كان نزل عليهم عذاب من السماء. لكن لماذا تجاوز الله عنه؟ لانه لم ينزل تشريع في هذه المساله لسه ما كانش فيه شيء. فعاوزين نفهم هذه النقطه جيدا يعني ما يتعلق بالعصمة قبل النبوه. طبعا نفهم ايه ان الانبياء سؤال هو ويترتب عليه الموضوع كله هل النبي اي نبي قبل النبوة هل هو مكلف بشرع ام لا؟ اريد تحل القضية دي تتحل المشكلة من اساسها. يعني هل هو قبل ان يكون هل هو مكلف باي شرع؟ يعني في تكليف امر نهي عن تكليف ام لا؟ فالعصمة في حقهم اذا كانوا غير مكلفين ليست ذات موضوع لان المخالفة يعني زي مثلا زي ما يقولوا انتفاء المحل. لان المخالفة لا تكون الا بعد ورود الشرع والمفروض انه ايه لم يكلف. فلا مجال للبحث عن عصمة الانبياء او عدمها قبل النبوة لان الذمة خالية من التكليف. وانت هتقول له ده معصيه يقول له مش عارفك انه معصيه. هل في نهي عن هذا الشيء؟ يعني ممكن اقول لك انا قبل النبوه الخمر حلال. ما هو ايه اللي يخلي حرام وحلال؟ الامر والنهي. والزنا كذلك وكل وما فيش نهي. وهم احنا بنقول غير مكلفين يبقى معناها ما فيش داعي نبحث مساله العصمه قبل النبوه. لانها غير ذات موضوع تبحث فيه، ما فيش موضوع تبحث ايه؟ فيه. وعلى هذا فقول الجمهور ان المعاصي، شوف كده الجمهور قال عبارة جميلة، قالوا ان المعاصي غير موجودة ولا معتبرة قبل النبوة. يعني مهما عمل قبل ما فيش حاجة اسمها معصية، ما فيش حاجة اسمها معصية الا يعني مثلا انت تركت لابنك حرية ولم تأمره ولم تنهى وعمل شيء ورحت انت قلت له خطأ يقول لك طب انت هل قلت لي او منعتني منه؟ فمتى تكون المؤاخذه بعد المنع؟ وطالما ما فيش امر ونهي بنقول يعني معناها فوضى، الارض يعمل حاجه يعني فرصه، ما فيش تشريع. يعني مثلا بلد انهار فيها النظام او القانون، الارض يطلق يختمها، ما فيش رقابه. يجي بعد كده نصدر القوانين، هل يحاسب الناس بها قبل صدورها باثر رجل ولا منذ صدورها؟ مفيش حاجة اسمه ده. حتى مبدأ قرآني قال عفى الله عما سلف، يعني حاجة بيسموها قولية القوانين، يعني من وقت صدور، يعني لما قبل الصدور يعني ما يجيش أحاسبك أقول لك أنت خالفت القانون الصادر بسنة 1996 وأنت خالفته في سنة 1990 هو صدر سنة كام؟ ينفع ده؟ حد يقول بكده انه تتسحب عليك مخالفه قبل صدور القانون؟ ده حتى قانون اللي عملوه الرساله الوصيه الواجبه لو واحد كان توفي قبل سنه 46 ما يبينوش ما يبينوش
ولك ده قبل صدور القانون، يعني لا يعمل بها الا بعد ايه صدور القانون، عشان نوضح الايه الكلام. فلا مجال للبحث. وعلى هذا فقول الجمهور ان المعاصي غير موجوده، يعني غير موجود الوقت، انما هو الزنا هو هو انما موقع بنا معصيه لا يوجد يتعلق بالنفس. لانه مثلا افترض جدلا ان الله تعالى ما نزلش في القمر نهي، هتبقى ايه؟ مباح، مش هتبقى معصيه يعني، هو ده مباح ده معصيه؟ بلاش ما نزلش نهي، افرض نزل امر، هتبقى طاعه. يبقى هنا الوصف بان معصيه او غير معصيه هيتعلق بايه؟ بالامر والنهي. يبقى معنى كده الجمهور قال المعاصي غير موجوده ولا معتبره قبل النبوة، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأمر والنهي. لا، إذا الذي عليه المعتمد أنهم لا. لما فهمنا القصة دي قلناها، ثم ليه الدليل المعتمد عند الجمهور يقول لك إذا الأنبياء معصومون قبل النبوة؟ الدليل المعتمد في كلام كثير لخبط فيه ابن تيمية وكثير حاجات كثير، منهم من جوز عليهم الكفر قبل النبوة، ومنهم من منع، ومنهم من جوز الصغائر، ومنهم من منع المنافق، يعني كلام كثير جدا في مسألة العصمة. مفيش حد من الأهل حرر لديه إلتزام تحرير دقيق كده، يعني يفصل بين الأمور، تلقى خلق من كتب كثير جدا تتشتت لحد ما تعرفش أنت. قال إيه المعتمد؟ أنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون قبل النبوة وبعدها، فلا يصدر عنهم ذنب، ما يصدرش عنهم ذنب لاستحالة صدور كل ما ينفر عنهم، يعني الذنوب دي منفرة ولا مش منفرة؟ لو نظرة مثلا، نظرة لامرأة أجنبية مثلا، أي نبي، أو مثلا مرة كده خد يعني نفس كده من الأنفاس وجاء بعد كده وجاء بتشريع يمنع ذلك، لاتخذها الناس ذريعة. فبعد ما تيجي تقول لنا يعني حيعيروا بها اي شيء ولو صغيره مش هيستطيع ينهى عنه بعد ذلك، فحيكون هذا منفر من ايه؟ قبول دعوتهم واتباعهم. وفي قوله تعالى، لما تاملنا كده في قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، هنا يظهر لنا حقيقة عظيمة جدا، أن الله تعالى إذا اختار أحدا أو سبق في علمه أنه سيكون من المرسلين أو من النبيين، فلا بد أن يولد على الاستعداد التام لهذه المهمة. والاستعداد التام يقتضي تبرئته وحفظه وقيامته من كل ما يمنع الناس من قبول دعوته. هذا هو الدليل، مش الأدلة ليه الثانية لول الصفاء. يبقى ممكن نستدل على الاسم قبل النبوة بأنهم مصطفون مختارون في علم الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قبل ما ينزل القرآن ولا قبل ما ينزل شيء، تجد الأنبياء نشأوا على مكارم الأخلاق وشهد لهم أعداؤهم بالصدق والأمانة قبل أي شيء، ولم ينقل عنهم أنهم شربوا خمر وراحوا عند وثن، ولا أنهم حتى الحديث بتاع لما كان عندهم عرس أو شيء ودعوه مرة ما ذهبش، مرة الثانية حلف عليه عمه أو غضب عليه وذهب. شوف كده أمر يمكن يكون مباح، ولكن في لهو يعني مختلط فيه المباح بالايه؟ بالحرام. ولذلك قال فسمعت، ولم يقل فاستمع، سمع الطبل اللي بيعملوها دي اللي في الافراح دي. قال فسمعت ولم يقل استمعت، لانه استمع يعني معناها في اختيار، يعني معناها انا كده استمعت، يحب استمع، يعني زي ما يقول اذا قرا القران لم يقل فاسمع بل استمعوا، انما سمعت انا معاك وسامع، وانا حسيت بردي يعني سمعت. بس كونه سمعت انا مش باختياري، حاجه كده انا ماشي وسمعتها هعمل ايه انا؟ وانا همشي مغمض حقبق الناس، يعني واحده مريانه ماشي وفي خيفه. يبقى اذا دي غير لما اكون انا ايه؟ متعمد. وضرب الله على اذنه فلم تؤذه، يوقظه هو طفل صغير 10 سنين،
فهل بعد كده في شيء ثاني؟ يبقى إذن أدلة الاصطفاء وأنه ربك الله المصطفون الأخيار، أدلة الاجتباء هي التي تقرر معنى العصمة في حقهم قبل إيه؟ قبل الرسالة، وليس الأدلة إيه الجزئية اللي في الكلام عن العصمة. ولذلك تجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيرهم تشهد بذلك، سيرة أي نبي تجد يعني نشأ على غير عادات قومه أو على غير ما يألقونه من أمور الجاهلية. هنا يقرر الدليل العقلي، اسمع كده الدليل العقلي، اقرأ كده اقرأ كده اقرأ لو جاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين الأمير، إذ لو جاز عليهم أن يقولوا، هو الكلام هنا على الأمانة يعني واجبت لهم الأمانة، لماذا كانت واجبة مش جائزة؟ لأن كلمة الأمانة قلنا يجوز في حق الأنبياء الأمانة، إذ معناها يجوز المقابل وهو الخيانة، ما هو ضد الأمانة هو إيه؟ والأمانة والخيانة ضد الدين ولا عدم وملكة ولا نقدير، ضد ابن عمران إيه؟ وجودي يعني، مش احدهما وجودي والثاني عدمي، ده وجودي وده وجودي، يقول الدين زي السواد زي وزي البياض، انما العمى والبصر مش ضد الدين، انما هما ايه عدم وليه وملك. اذ لو جاز عليهم ان يقول الله تعالى بفعل محرم او مكروه للزم ان يكون ذلك المحرم او المكروه طاعه. جميل جدا، شوف كده اسمع، إذ لو جاز يعني لو جاز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يخونوا الله، إيه معنى يخونوا؟ الخيانة يعني هنا بفعل محرم، لأنه فعل الحرام أو اقتراف الإثم أو الذنب أو المعصية دي خيانة. ليه خيانة؟ ليه؟ إنك أنت مؤتمن على جوارحك ومؤتمن على عقلك، فإذا فعلت ما يخل قلت له خيانة، يعني الذين لا يخون الله، مش الخيانة معناها أنا موضع عندك مبلغ من المال أو سر تروح خنتني أو انضمي، المفهوم أعم يشمل كل المنهيات، فأي منهي عنه ارتكاب خيانة، والخيانة بتتنوع أو تتعدد. إذ لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه، تقول هو المكروه خيانة، قال لك من حيث انه في نهي عنه مش من حيث الايه الايه، ده في نهي وده في نهي، لا لزم، شوف كده الدليل العجيب ده، لا لزم ان يكون ذلك المحرم او المكروه طاعة. اكيد احنا الاول قلنا ده معصية، فلو جاز للانبياء ان يفعلوا المعاصي لكانت المعاصي طاعة، كيف ذلك؟ احنا قلنا جاي يقرر بيان ذلك، بيان الملازمة، أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل إلا فيما ثبت اختصاصهم به. هذا هو بيان الملازمة، ألم يأمرنا الله تعالى باتباعهم؟ تمام؟ فلو كانت المعاصي تصدر منهم لكنا مأمورين باتباعهم في المعاصي، والله تعالى يقول ايه واتبعوه لعلكم تهتدون او لعلكم تفلحون. يبقى معنى كده حينئذ كل ما صدر منهم بما فيهم المعاصي والموبقات والخيانة والجرائم والزنا والى اخره والمكروهات، كل ما صدر منهم نحن مأمورون به، وكل مأمور به فهو طاعه، اذا انت امرت به. والله تعالى لا يأمر بالفحشاء. يبقى في الدليل العجيب، اهو مش عارف كيف الجماعه اللي هم بيقولوا سلفيه ما انتبهوش، كيف ما خدتوش بالكم من الموضوع ده؟ انت ممثل ليهم برضه، معلش بس برضه عاوزين واحد ممثل عشان نناقش، يعني تقمص شخصيتهم. ما انا ما عارف انا ايه، بس عاوزين ما فيش حد. وحينئذ فكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به، وكل مأمور به فهو طاعة، لأن الله يعني من هذه الناحية من حيث أن إنك مأمور باتباعه، يعني هو زنا اتبعه في الزنا،
سرق اتبعوا في السرقة. عاد الصنم اثنين من مأمور الاتباع. وإذا كنت أنا مأمور باتباع الأمانة في كل ما إلا فيما ثبت اختصاصهم به عن الأمة. ما يجيش واحد يقول لك أنا فلان تزوج أكثر من أربع أنا كده مأمور باتباع، إلا فيما ثبت اختصاصهم به. ما تجيش على الخصائص تبحث عنها لأن هذه خصوصيات. إذا ثبت أن هذا من الخصائص يبقى أنت غير مأمور بالاتباع، يعني كده خرج الفرق. لأن الله تعالى لم يأمر، لا يأمر بالفحشاء. يبقى إيه معنى؟ شوف كده هنا، تعال نرجع ثاني. إذ لو جاز عليهم أن يقوموا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه. المحرم معروف المحرمات، والمكروه معروف لا لازمة أن يكون ذلك المحرم أو المكروه طاعه. بيان الملازمة أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وفي أفعالهم. طب أقوال الأنبياء والأفعال مش كلها تشريع؟ يعني مثلا افرض النبي قام او قعد او مثلا مشى تمشى كده مثلا، دي ايه؟ امور جبليه يعني تقتضيها بشريتهم، ما فيهاش تشريع. فهل تندرج فيما نقتدي به ولا ما تندرج؟ قال لك ما هو جايز يكون القيام او القعود ده لحكمه. وسيدنا عبد الله بن عمر لما جاء في الحج كده وجاب الناقه ولف كده في مكان، فسألوه بيقولوا له ليه كده؟ قال والله نعم، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدور خيار عملت يتشبه. فهذا دليل على أنه مش معناه في أفعالهم اللي يجيبوا لي لا نقتدي بهم، لأنه لو كانت هذه الأفعال حاجة ممكن إما هي حق إما هي باطل، ولا يمكن أن الأنبياء يكونوا على باطل أبدا، حتى لو ما كانتش فيها يعني شيء إلا مجرد المتابعة الظاهرية، إذ لا يقرون على بعض ولا يسكتون عليه. وبعضهم ناقش في هذه الملازمة بأنه قال لا يلزم انقلاب المحرم والمكروه طاعة، يلزمنا اتباعهم فيه، لأنه يعني بعضهم جعل يقول لك لا أنتم كلامكم ده غير صحيح، لأنه إحنا مش مأمورين باتباعهم في الأمور الجبلية اللي العادات الأكل الشرب، إنما مأمور اتباعهم في التشريع، يعني فيما يبلغونه عن الله تعالى من التوحيد وأحكام الشرع، لا في غير ذلك كالأمور الجبلية ونحوها. والدليل الذي لا غبار عليه على وجوب عصمتهم الإجماع، يعني لو نازع في الأدلة الظاهرية أو في النصوص نحاججه بالإيه؟ بالإجماع، إنه أفعالهم كلها لا يمكن أن يكون فيها باطل، ويشمل أو يدخل في ذلك الأفعال الخلقية أو الجبلية، بس فيما نقدر عليه. يعني مثلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طويل أو ربع أو كذا، وأنت أسمر أو أحسن منك، حاجة مش في اختيارك، حاجة أنت ممكن تمشى قاعد قام، إنما الأوصاف الذي خلقهم الله تعالى عليها في أكمل وأجمل هذا لا شأن لك به، انك حي ميل قلبي وخلاص. الا فيما ثبت اختصاصهم، زي ايه؟ كنكاح ازيد من اربع، ها، والنكاح في الزواج بلفظ الهبه، امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي خلاص كده. طيب احنا مأمورين باتباع كل الانبياء ولا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هنا بيقول لك ايه؟ وقد امرنا باتباعهم، مش كده؟ او امرنا الله تعالى باتباعهم، يعني الاقتداء بهم. طيب هل الاقتداء بنبينا؟ فهذا ظاهر ما فيش فيه اشكال، لكن الاقتداء بغير نبينا لا يلزمنا ولا لا يلزمنا؟ ألم يقل الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في مين؟ إبراهيم. معناها من غير نبينا صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بغير نبينا صلى الله عليه وسلم مبني عليه على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد،
وكل ما شرعه الله تعالى للأنبياء والرسل فهو في الحقيقة شرع لنا. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي ما لم يرد ناس، يعني معناها نسخ هذا الأمر وتبدل حكمه في شريعتنا. هذا إيه مذهب المالكية أو الجمهور. أما الإمام الشافعي فليه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولو لم يرد ناس. يبقى عندك ايه رأيين. في بعض الناس كانوا اذكياء شوي وفق، قال يعني هل احنا مأمورين باتباع نبينا وحده ولا باتباع كل الانبياء؟ في قول هنا دقيق اللي هو ايه، انه انت مأمور باتباع يعني الشرع اللي كان قبلك هو شرع لك الا اذا ورد في شريعتك ما يمنع او ما يخصص. الامام الشافعي قال لا، حتى لو ما وردش انت غير مأمور باتباعه. بعض الناس يقول اذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه يقول ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة، يعني انت مع انت ونبيك متبعين، يعني مش انت فقط، ده حتى النبي بتاعك مأمور باتباع مين؟ ان اتبع ملة ابراهيم. لكن اسلوب القران اسلوب دقيق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس متبعا لاحد، لم يقل تعالى ان اتبع ابراهيم، اتبع ملة، والملة منسوبة له تشريف، إن هي ملة الأنبياء، ملة نوح، وهي ملة الأنبياء كلها، وكان ممكن تنسب إلى، لكن من باب أنه أبو الأنبياء نسبت إليه الملة، ولكن غير مختصة به. يبقى الأمر في الحقيقة اتباع الملة التي هي ملة الأنبياء جميعا، ولكن نسبت إلى إبراهيم تشريفا وتشريفا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس متبعا، ده هو وابراهيم وموسى وكل الانبياء متبعين للمله. يبقى الاتباع للمله وليس لمين؟ يبقى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لاحد، بل هو ايه؟ متبوع، يعني كل الانبياء يعتبروا تابعين لنا. بعضهم اجاب قال ايه؟ قال كلمه امرنا مش معناها احنا، ده امرنا للمطلق المكلفين الشامل لهذه الأمة ولغيرها، فهو بيقول في اللغة من باب التنازع. إيه معنى باب التنازع؟ يعني مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. لما قال أمرنا يعني أمر الله كل أمة باتباع نبيها، على حد قول القائل ركب القوم دوابهم، أي ركب كل واحد دابته، يعني كل واحد ربنا امره باتباعه ما كلفه به على لسانه. يبقى هنا ما فيش ايه، ما فيش مشكله، واضح ولا مش واضح؟ يبقى هذا الجواب يتوقف على ثبوت نص من الشارع ان شرع الامم السابقه واجب الاقتداء، يعني ربنا سبحانه شرع الامم السابقه وجوب الاقتداء بانبيائها كشرعنا. واضح ولا مش واضح؟ يلا كمل. خش يا الصدق، احنا عايزين نسيب الصدق، لولا الصدق مش هنسوى ولا حاجه. والصدق اي دعوات والله بكامل. خلاص ربي خمس دقائق اقرا الصدق ونشرحه بعدين ان شاء الله. اي في دعواهم الرسالة في تبليغهم الاحكام. طب الصدق ده احنا مش قلنا قدامك في الامان ايه؟ انه حفظ الله بواطنهم من عدم من ايه؟ من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي ترى الا يدخل في هذا الكذب؟ ده اكبر حاجه منهي عنها الكذب. فلماذا وجاء الاخير يقول لك وقفت؟ ما هو بس داخل في قله الامن. واضح مش واضح؟ كمل. احنا عاوزين اذا معناها المفروض بعد ان ذكر الامانه ففي داء يذكر الصدق لانه منزلل فيها، فلا يكون الكاذب امينا. فانا اقول لك ويجب الصدق، بس ليه يجب الصدق؟ مع انه داخل في الامانه. ليه؟ اي في دعواهم ورسالته في ذلك. يبقى جميل هنا، يبقى ان الصدق مش بالمفهوم العام، لان المفهوم العام هو ضد الكذب، داخل في تعريف الأمانة. ولكن الصدق هنا في مفهوم خاص وفي دعواهم الرسالة، ده حاجة ثانية زيادة. يعني ما يجي هو قبل ما يكون نبي يبقى هو ايه؟ أمين. وزي قبل الرسالة ايه لقطة ما بإيه؟ بصدق الأمين. طب لما جت الرسالة حاجة جديدة.
ولو كانت دخلة في المفهوم الأولاني ما كانوش الكفار أنكروها وأنتم وأول القدس كل حاجة أمين أمين إلا في كيرس لا. فذلك ده معناها معناها حاجة ثانية زيادة. أول ما جالهم قال لهم أنا رسول الله عندي هنا عدو خلاص إلا دي يبقى المراد بالصدق مش الصدق اللي هو انه غير كاذب في الخلق اللي هو العام يعني يجب ان يكون الانسان صادقا يعني في اقواله وافعاله لكن الصدق الواجب للانبياء ليس هو معناه المعنى العام ولكن في دعواهم الرسالة في تبليغهم الاحكام وهو مطابقة حكم الخبر للواقع قال تعالى وما ينطق عن الهوى يبقى ايه معنى تعريف الصدق هنا ها ده تعريف انما يبقى كده الكذب قالوا عند العرب له ايه الصدق عند العرب له صوره واحده والكذب له ثلاث صور يبقى عندك الكذب ايه هو الكذب اللي هو ايه عدم مطابقه الخبر للواقع صوره بس انما لما يكون الانسان صادق ان يصوغ القول على نحو يوافق الاعتقاد والواقع يعني تخبر بشيء يوافق ما تعتقد عن ما في قلبك ويوافق الواقع فاقول مثلا هذا صادق انسان صادق ونكون فعلا انا بعتقد صلاح لكن في الواقع قد يكون صالح وقد يكون غير صالح وكل انت شيء تعتبر صحيح والنصارى بيعتقدوا الاعتقاد دي وهو غير موافق له يبقى الاعتقاد جهه والواقع جهه ايه اخرى فاذا صغت القول على نحو يوافق الاعتقاد والواقع ده الصدق لكن هنا ما اخبرش عن الاعتقاد اخبر عن الايه عن الواقع هقول لك ليه وادخرها بعدين حيجيبها لكن الكلم ده له ثلاث صور الصدق ليس له الا صوره واحده ان تصوغ او تخبر على نحو يوافق الاعتقاد والوافق الواقع اما الكذب اما ان يخالف الواقع بصوره واما ان يخالف الاعتقاد واما ان يخالفهما دي اشنع صوره لا هي معنى يخالف الواقع ان اخبر عن هذا الانسان بانه صالح وانا بعتقد صلاح ولكنه غير صالح انا خدعت فيها يبقى ده خالف الواقع لكن لم يخالف الاعتقاد زي ما ارى انسان من بعيد واقول هذا فلان وانا معتقد كده ده بل حلفت انه ده فلان وبعدين تصبح واحد شديد الشيطان يبقى انا خالف الواقع وليك مش مؤخر في من ذلك نيجي بعد كده نجلد ايه الصوره وانا ليه خالف الواقع ممكن انا اخبر ولكن انا بعتقد في نفسي منافق يعني باخبر بغير ما اعتقد وان وافق الواقع يعني انا بقول عليك صالح وانا معتقد فيك انك مجرم بس انا بقول كده تملق او لسبب ثاني يبقى ده اسمه كذب حتى وان يبقى دي صوره الصوره الثانيه انه هو مثلا يقول ده مثلا ضال ويعتقد هذا وهو في الواقع غير ضال بخالف الاثنين خالف جهه الاعتقاد وخالف جهه الايه من رحمه الله تعالى انه ما بيحاسبناش الا على الجهه اللي هي متصله بالاعتقاد وليس عليكم بناء فيما اخطاتم به ولكن يعني انت لو انت اخبرت بشيء حتى وان خالف الواقع فلست بمؤاخذ الا اذا تعمدت ذلك انما اذا كثير من الناس ما راينا الكذب اكثر من وقوعه في الصالحين صالح ثم الناس قالوا لكن كثير الكذب انه هو بيحسن الظن اي حاجه يقول هذا هو يقول لو قلت له لما رحت البحر قلت له مش دائما هو لا يحسن فيخبر بما ايه بما يسمع ويكون ايه غير دقيق غير مثلا متثبت من الاخبار لكن هنا ايه كذب نعم يبقى هنا لماذا ذكر هنا ايه قضية الايه؟ الواقع هي القضية لأنه ما ذكرش الجهة الثانية تأتي تعتقد كم وهو مطابقة حكم الله حكم القبر للواقع قال تعالى وما ينطق عن الهوى ولأنهم لو جاز عليهم الكذب في خبره تعالى لأنه تعالى صدقهم بالمعجزة
يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الخبر الكذب في خبره تعالى. فلازم هنا لا يجوز عليه مخالفة الواقع، انما لو كان من ناحية السهو او حاجة تتعلق مفيش تشريع ممكن يجوز، انما عشان يخبر بحاجة يقول لك والله انا ما كان الجواب كده، انا كان احنا من انت كده كلامك غير مطابق للواقع، فيلزم الكذب في خبره تعالى. وما دامت هنا احنا استحالة عقلية كما مش استحالة كما الشرعية، لانه لو كذب الرسول، الرسول ده اساسا كلام بيقول بيخبر مش عن نفسه عن الله، فمعنى كده يلزم ان الموصوف بالكذب في الحقيقة حيرجع الى الله تعالى، لازم الخبر في كذب في ايه؟ لازم الكذب في خبره تعالى، لانه هو ما قالش انا قلت لكم من نفسي، ده اسند هذا الى الله تعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزة وهو كذاب. يبقى هيلزم مين اللي يكون كذب منسوب للامين؟ الى من ارسله، ولذلك هذا محال عقله. لأنه تعالى صدقهم بالمعجزة النازلة منزلة، ما دامت ربنا صدقه وهو كذاب، يبقى تصديق الكاذب كذب. شوف تصديق وهو كذب، لأنك صدقت الكاذب. طيب إن كذبت الصادق يبقى صدق؟ لا، كذب برضه. يبقى تصديق الكاذب كذب وتكذيب الصادق كذب برضه، ولا صدق؟ كذب. طيب وتكذيب الكاذب صدق. أي تبارك. يبقى تكذيب تكذيب صدق. ما بيعرف. لأنه تعالى صدقهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله صدق عبدي بكل ما يبلغ عني، وتصديق الكاذب كذب محض، والكذب على الله محال لأنه نقص، وما أدى إلى المحال محال. خلينا واقفين على الايه؟ على المعجزه. هنتكلم فيما بعد ان شاء الله عن دلاله المعجزه على صدق الرسول، هل هي دلاله عقليه ولا دلاله وضعيه، ولا هي دلاله ايه النوع الثالث عاديه وضعيه عاديه؟ لا هي عقليه وضعيه، عقليه وضعيه عاديه. هذه الدلاله عقليه بمعنى فيش انفكاك، ولا هي وضعيه نازله منزله كذا نزلها الله منزله كذا، ولا هي عاديه يعني متصور بانفكاك، يعني معناها ما هي اي جهود هو خالص او العكس، هل هيترتب عليها محال عقل يعني او لا يترتب. المهم خلينا عند ايه؟ المعجزه وما يتعلق بها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد
ميجا يعني فيها 4000 ميجا. نعم دي 4000 ميجا ماشي. 4000 ميجا نعم نعم كفايه 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 اه, آه.